صدرت أحدث أرقام البطالة في تونس، والخبر ليس جيداً. أصدر المعهد الوطني للإحصاء تقريره للربع الثالث من عام 2024، وهو يظهر اتجاهاً مقلقاً. البطالة في ازدياد، حيث يوجد الآن 67.7% شخص عاطل عن العمل في تونس. هذه زيادة قدرها 55 شخص عن الربع السابق فقط، في حين أن معدل البطالة الإجمالي ظل ثابتاً عند 16%، إلا أن الأرقام تكشف عنه أعمق. المعدل الراكد يخفي حقيقة انضمام آلاف التونسيين إلى صفوف العاطلين عن العمل. هذا يشير إلى أن جهود الحكومة لتحفيز خلق فرص العمل غير كافية. الوضع بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي. تقرير المعهد الوطني للإحصاء بمثابة جرس إنذار، إنه إشارة واضحة إلى أن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في نهجها لمعالجة البطالة. السياسات الحالية ببساطة لا تعمل. يجب على الحكومة إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لخلق فرص عمل وإعادة الناس إلى العمل. مستقبل الاقتصاد التونسي يعتمد على ذلك. إن أزمة البطالة في تونس لا تؤثر على الجميع بالتساوي. النساء يتحملن وطأة فقدان الوظائف. يكشف تقرير المعهد الوطني للإحصاء عن اتجاه مقلق إن الفجوة بين الجنسين في البطالة تتسع، في حين شهدت البطالة بين الرجال انخفاضاً طفيفاً، حيث انخفضت من 63% إلى 33%، إلا أن معدل البطالة بين النساء ارتفع بشكل ملحوظ. يقف معدل البطالة بين النساء الآن عند نسبة مذهلة تبلغ 22.5%، بزيادة من 24.3% في الربع السابق. هذا يعني أن ما يقرب من ربع النساء التونسيات التي يبحثن بنشاط عن عمل لا يمكنهن العثور على وظائف. يسلط هذا التفاوت الضوء على أوجه عدم المساواة العميقة الجذور في سوق العمل التونسي. هناك العديد من العوامل التي تساهم في هذا الاتجاه المقلق. غالباً ما تحد الأدوار التقليدية للجنسين من وصول النساء إلى التعليم وقطاعات معينة من القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تواجه النساء التمييز من قبل أصحاب العمل المحتملين. تحتاج الحكومة إلى معالجة هذه القضايا النظامية. إن السياسات التي تعزز تكافؤ الفرص للنساء في التعليم والتدريب والتوظيف أمر بالغ الأهمية. وصل الرئيس قيس سعيد إلى السلطة بوعد بإحياء الاقتصاد وخلق فرص العمل. ومع ذلك، فإن أحدث أرقام البطالة تحكي قصة مختلفة. على الرغم من تأكيدات سعيد، إلا أن سياساته فشلت في إحداث تأثير في أزمة البطالة. يستمر عدد التونسيين العاطلين عن العمل في الارتفاع، مما يلقي بظلال من الشك على فعالية الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة. يجادل النقاد بأن تركيز سعيد على تعزيز سلطته وخطابه الشعبوي جاء على حساب السياسة الاقتصادية السليمة. أدى عجز الحكومة عن جذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب عدم وجود خطط ملموسة لتحفيز نمو الوظائف إلى تفاقم الوضع. خيبة الأمل بين السكان التونسيين واضحة. يشعر العديد من الشباب التونسيين على وجه الخصوص بخيبة أمل بسبب الوعود التي لم تتحقق. إنهم يرون مستقبلاً قاتماً بفرص محدودة. لقد أدى فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والشعور باليأس. ربما يكون الجانب الأكثر إثارة للقلق في أزمة البطالة في تونس هو محنة شبابها. لا تزال بطالة الشباب مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، حيث لا يتمكن جزء كبير من الشباب الخريجين من العثور على عمل. هذا خلق جيلاً يعاني من عدم اليقين وخيبة الأمل. يفقد العديد من الشباب التونسيين الأمل في بلدهم. إن نقص فرص العمل له عواقب بعيدة المدى. إنه يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وهجرة الأدمغة، حيث يبحث الشباب الماهر عن فرص في الخارج وانخفاض في الإنتاجية الاقتصادية الإجمالية. كانت جهود الحكومة لمعالجة بطالة الشباب غير كافية، في حين أن هناك بعض البرامج لتعزيز ريادة الأعمال الشبابية والتدريب المهني، إلا أنها تفتقر إلى النطاق والموارد لإحداث تأثير كبير. تتطلب معالجة بطالة الشباب اتباع نهج متعدد الجوانب، وهذا يشمل الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات
وخلق بيئة مواتية للأعمال لجذب الاستثمار وتحفيز نمو الوظائف وتقديم دعم موجه لرواد الأعمال الشباب.